بصوا يا جماعة، غزة مستخبية مني هنا في البيت ده، تمام؟ فانا هدخل بقى ان انا فاجئة يعني. بصوا هي نايمة ازاي، انا اصلا مش شايفاها. صباح الخير. اتغديتي؟ عاملة نفسك مستخبية صح؟ ولا انت قاعدة من الشمس ولا ايه بالظبط؟ قومي 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 قومي، تعملي ايه؟ قومي اطلعي من الشباك، بس عايزة اكلمك. تعملي ايه جوه؟ تعملي ايه جوه؟ تعملي ايه؟ مش المفروض تنادين تقولي مامي تعالي اقعدي معايا يعني، ولا مش المفروض؟ تعالي اقعد معاكي. ايه ده، اليونيكورن اتقطع من السلسله. يا سلام، مش عارفه يعني. طب هدور، هعلق لك واحد غيره، هعلق لك واحد غيره، احنا عندنا كتير فوق. اه اه والله العظيم عندي كتير حاجات، الصغنونه بتاعت يونيكورن وبتاعت الحاجات دي والحلقات. ايوه انت كله تمام. صباح مفيش صباح الفل يا مامي، يا قلبي يعني مفيش صباح الفل يا روحي، مفيش صباح الفل اي حاجه، مفيش 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 خالص. ها انت بتاكلي لب؟ مش حابه لماما؟ ايه بت اللي انت بايدي فيه ده؟ ايه اللي انت بايدي فيه ده يا بت؟ ها اشدك من راسها؟ ده انت اي يا جسمه، ده انا منك ومخلص مايكي، ما تكلمنيش تاني. بص بقى يا جماعه، كواليس التصوير من بره، مامي قاعده وصالح. فيروز صباح الخير، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل يا روزا. روزا انا كنت عاوزه بقى اقول لك على حاجه. هو انت اخده شباشب غزل كلها عندك فوق؟ ها تعالي قربي، انا مش سامعاكي. ايه نزلها لي فيروزا. هو انت كل شباشب غزل اخدها عندك فوق ليه يعني؟ انا لقيتها مره يا جماعه، وكمان ليه يعني؟ طب ليه يا جماعه؟ انا بص عايزه اقول لكم على حاجه، مره كنت بفتح الباب وطلع لقيت فيروز لما الشباشب كلها بتاعت غزل واخداها وطلعت تجري على بابا. بقول لها فيروز انت رايحه فين؟ صح؟ رايحه فين بقى كنتي؟ تعملي ايه؟ اخدهم فوق عندها في البيت عشان بتحب شباشب غزل صح؟ وكوتشي غزل كمان عندك؟ اه وصندليات بجد؟ اه ليك كوتشي. طب انهي كوتشي؟ اللي عليه برنسس؟ لا اللي عليه دبدوب. طب يا نهار ابيض، ده انت اخده كده وانا اقول الجزم بتروح فين يا فيروز؟ انت اللي بتاخديهم؟ ماما بص طلع بقى اخدتي الشباشب. لا استني يا فيروز، هي اللي هتجيبها، زي ما هي خدتها هتجيبها. فيروز يعني احنا كوتشياتنا وصنادلنا وشباشبنا عندك فوق؟ انت ايه ده؟ احنا عايشين فين بس؟ عايزه افهم احنا عايشين فين؟ يا روزا بصي يا روزا، بعد كده لو جبت شبشب لغزل او صندل او كوتشي هجيب لك زيها. متفقين؟ بس نزلي لنا بقى شباشبنا. اوكي؟ زعلانه؟ ها؟ طب بصوا الشبشب غزل ده يا جماعه، انتوا شايفينه طبعا واحنا كنا بنشتريه. روزي لو سمحتي نزلي لنا شباشب غزل. اوكي؟ ايه يا حرام عليكي ما خدتش حاجه. لا هي بتقولي اني خدتهم كلهم، وحتى الكوتشي بتاعه وصندل يزن كمان. ليه بقى؟ عاجبينها، عايزه منهم زيهم. بعشقها يا روزا. بعد كده لما من ساعة ما اتحركت معايا اخر حركة ما اتحركتش. لا خلاص بقى صفوا، ما انتوا اتصالحتوا بقى وصفيتوا. قولي لها لا عيب يا تيتا روزا، قولي لها عيب يا تيتا كده يا روزا. احنا مش بنتحركوا، احنا بنهزر. بصوا يا جماعة، انزحي لها يا غزال شوية، انزحي لها شوية. بصوا يا جماعة، تحس ان هم يعني على قد ما بيحبوا بعض على قد ما بيغيروا من بعض. صح يا روزا؟ روزا صغير ايه؟ ماشي. مها انت بتاكلي ايه؟ تنشوك. من غيري؟ من غيري يعني يا مها؟ بصي لقيت واحدة مامي. ماما على الأرض؟ لا اشتريتها. اشتريتيها؟ طيب أيوة، ما تكذبيش تكلمي بصراحة، أنا زعلانة منك. مع عمو صلاح اللي اداها لي. طب وانت ما تقوليش ليه هتلاقيها واحدة؟ ما هما كلوا. أنا ماليش دعوة بيهم هما يا مها. نسيوا اللي بالفيلم. مها انت نسيتي اللي بيني وبينك؟ نسيتي يعني يا مها نسيتي؟ الله في ايه؟ اكسري اكسري، يلا اللي بيني وبينك، يلا يلا اكسري اكسري، خلاص اكسري. اديكي 10 جنيه تجيبي بيهم وخلاص؟
10 عمي ايه يا لولو هي صورتي ظلمتها اه عشان كانت في البحر امبارح راحت البحر من غير ما راحت البحر من غير ما تقول لي الهانم كنت صحت الصبح يا بابا راحوا البحر من غير ما يقولوا لي معها بس قالوا هي تزعل مننا اه بس معها انا عايزه اعرف حاجه بس ايه 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 يعني ايه البياض اللي ظهر فجاه في شعرك ده بس عايزه افهم مش عارفه اعملي كده اعملي كده ايه ده ايه ده ايه ده بقى الزيت عمالي واحده واحده بس مش ضبطها لك على فكره شكلها مش حلو انا هفكها مش حلو خالص رايك اللي مش عاجبك ربنا يخليك يا مها كلك ذوق الزيت خلصت ده خلاص ماشي انا بقى اخت غزل اشمعنى غزل يا روزة اشمعنى غزل صالح رايح فين يا صالح مايو لبس المايو انت رايح فين طيب بحر رايح البحر ايه بس بحر ايه بص انت رايح البسين مين جاب لك المايو الحلو ده ها مين جاب لك المايو الحلو ده يا صالح رد عليا الولد بيقول لي نفضي الولد بيقول لي نفضي كلب فتح الله وانت بتعوم كده زي مين تعوم زي السلحفة عوم تاني عوم تاني يلا زي السلحفة يلا يلا ايوه عوم تاني شاطر انت ايه يلا خد غطس يلا الله امسك مناخيرك واغطس تحت حلو قوي ماشي يا هند ايه اللي انت عملتيه فينا ده يا هند النهارده ها يا جماعه الباب اتقفل عليها وهي لوحدها جوه وتصرخ احنا مش عارفين نفتح الباب يا دودو يا دودة بصي بصي ايه وسلمى اتعيط المشكله ان الشبابيك كلها مقفوله انا مش عارفه اعمل ايه البلكونه مقفوله كله مقفول والمشكله ان لو حد فتح الشباك الازازه هيتكسر انت هتفتح الشباك هتكسر الازازه الحمد لله حصل خير مفيش منفذ تاني ودي عماله تصوت تصوت المشكله ان انا عشان انا كنت واقفه قدامها واختفيتي فجاه والباب اتقفل يا دودو يا دودو انت عملتي فينا ايه النهارده يا دودو؟ دودو انت عملتي فينا ايه النهارده؟ ينفع اللي انت عملتيه فينا يا بنتي والخضه دي؟ والمفتاح من جوه يعني مفتاح من الشقه من جوه والباب يعني كل حاجه اتقفلت الحمد لله الحمد لله حصل خير يا لولو حصل خير يا لولو يا لولو حصل خير بصي انت اصلا انا انت انا سامعاكي هتسمعني احمد ومحمد بيكلموا فوق اسمع قلت عليهم اسمع يا بنتي مشكله انا كنت واقفه بكلم ابراهيم انا بصيت لابراهيم كده بصت على الباب هو اللي انا شايف ولا قدامي ده صح ولا مش احنا اصلا يا جماعه بصوا احنا كنا في وقت البريك بتاعنا فبعدين سلمى انا طالعه على السلام فبلبس عشان نازله يعني بعد ما خلصنا البريك فبعدين لقيت ايه خرابي اتخبط الباب وبعدين اصلا استني وبعدين يا جماعه اصلا انا مش عارفه يعني ايه اعمل ايه طيب قدامي بعد كده سمعت صوت احمد ومحمد قلت هم اللي هينقذوا بص كمان ومش عايز نرجع لحوده مشكله احمد طلع مشكله كبيره حوده هيتعصب مش هيعمل عشان يعني هو ايه عصبيه بفتح باب ايوه ايوه فهمت بس ده احمد ومحمد احمد محمد انا مش عارفه احمد ومحمد ازاي انا لو شفت احمد اصلا اصلا اللي بيعمل شغل اللابتوب ايوه معرفش احمد نازل ومحمد لقيته عمل لي كده اهو بص احنا كلنا جبنا مفاتيح وقعدنا نجرب المفاتيح ما نفعتش راح احمد يعني عمل بطريقه معينه وفتحه الحمد لله رب العالمين بس انت مش متخيل بقى بتاخدني اكني بقالي سنه سايباها لا 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 انت حبستي اخر مره انت اتحبستي تعالي 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 هوبا تعالي روحي تعالي انت اتحبستي قلبه جزمه شقيه تعالي بقى يا جماعه اوريكم وانا صغيره شبه هند ازاي وصالح شبه حوته تعالي اوريكم مين دول يا جماعه بقى بصوا هند وصالح صح ولا مش صح بس في الحقيقه حوده وانا ايه حوده اخويا وانا بص بقى دي صور الذكريات كلها يا سلام بص حوده بص محمد شهمك ازاي ومحمد بالظبط هوريكم صور دلوقتي محمد شهمك بالظبط بص حوده احمد امور عسول وبص محمد شهمك نفس بقها حركه بقها بالظبط وهنا ده حوده ومحمد بصوا لو تلاحظوا شبه مكه شويه محمد صح؟ ودي بصوا بقى يا جماعه الصوره دي كنا في الملاهي ده انا مش متخيلين ان كل شوف هيقول ده ولد
تمام. انت شبه احمد قوي هنا. شبه احمد ايوه. بس المشكله ان ماما كانت عامله لي بنك اللي هو بس احكي حكايتي الاول. انا بحكي حكايتي. بصوا يا جماعه المشكله ماما هي كانت عامله لي البنك وانا ما بحبش البنك ده ابدا. وكل ثواني بقى الثواني وكل ما ارجع شعري لورا البنك ده يرجع لقدام تاني. طب اعمل ايه؟ رحت عامله شعري دي الحصان. ما اكتشفتش ان انا شبه الولد غير لما شفت صورتي. وده حوده وده محمد وده احمد. بصوا احمد ايه بصوا احمد شفت لها صوره امبارح. ايه القمر ده؟ ايوه ماما هي صغيره كانت حلوه. سكوا من هنا. دي اللي انا شفتها في صوره امبارح. بصوا بقى وده حوده برده صوره من الذكريات. ثواني بس يا ماما. بصي وده انا. بصوا محمد. بصوا هنا محمد شبه مكة ازاي. ودو انا ده كان عيد ميلاد مين يا ماما؟ عيد ميلاد حوده. عيد ميلاد حوده. بصوا حوده وانا اللي عامله التورته يا جماعه. والله ماما اللي عامله التورته. حلوين. زمان التورته جابت ايه بقى؟ بصوا بقى حوده كمين وهو شبه صالح بالظبط. بصوا هنا بقى دي شبه صالح بالظبط. ايه حوده شبه حياه. احمد شبه حياه. صالح مصمم ان ده بابا وراسها مخلوعه يعني. قولي والله اقسم بالله من امبارح ما يقول لي عروسه وراسها قطعت يا سلمى طول. ده احمد والله. بصوا يا جماعه ده بابا وبابا. ثواني ده بابا وهو صغير ماشي. وده احمد وده حوده. بصوا شبه صالح ازاي. وصالح بيلبس اليومين دول سلسله شبهه بالظبط. ده أيوة بقى شفت السلسله لسه شايفاها سجاد. ايوه ده انا بقى. بصوا يا جماعه لو تلاحظوا ان انا شبه حياه شويه. وفي شبه من فيروز وهند كمان. ماما هتموت وتجيب صورتها. اهدي اهدي يا ماما. وده حوده يا خلاص. هنا انت ولا حياه ولا فيروز. انت هنا نسخه من حياه. والله نسخه من حياه. والله لما بتتكلم وتبص لفوق بالظبط. بصي هنا. بصي بنات احمد هنا حياه لما بتبرن. بصي انت عندك. بصي انت عندك سلوبات كده شياكه زي احمد وهو بيبي قوي. والله اصلا ما حدش اصلا يعرف هي ماما. علشان ما تتضايقش ان اهي مش عايزه تجيبك عشان شعرك عشان سيئاتها تاخديها على الفاضي. بس كنت صغنونه. ايه شغل صغنونه ايه بقى؟ اقعدي ساكته. عندك كام سنه كنت مخلفانه يعني خلاص. ايه جيبيني بس كده. ايه يا سلمى؟ على امك زمان يا ايه قبل ما تتجوز. الابيض على القمر ولا الشعر؟ انا قلت لها ليه عملتي في شعرك كده؟ قصيته ايه الشعر الجميل ده؟ شعر طويل. الراجل التقيله جميله بني كله. انا اتفاجئت والمصحف في الصوره والصوره كانها متصوراها امبارح. يعني الصوره اللي بتصور زمان معفنه. لا شوفي الصوره قمر كانها لبسها وحاجتها يعني شيك يعني. يا بنت انت ما تعرفيش ان انا برنسيسه. لا يعني شوفي قبل هنا دلوقتي او الصوره ديت وانا صغيره متجوزه. شوفيها قبل ما تتجوز ايه الجمال. دودو يا دودو انت شبهي في الصوره. يا دودو انت شبهي في الصوره. روحي 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 روحي. انت شبهي في الصوره. انت شبهي في الصوره. شبهي في الصوره. ها دودو ماشي. بصوا يا جماعه دي كانت ذكرياتنا لليوم. لو في ذكريات كل يوم اوريها لكم. نفسي اجيب لكم صوره وانا صغيره اقسم بالله. وده هي لسه صور ثانيه. ده استني بلوز يا جماعه. الصاله بتاعتي هتبقى استوديو الايام الجايه. بس ده اللي هيحصل ايام الجايه. بس فضل يا جماعه هم هياخدوا المراه. بصوا كيوت. بس محمد هنا مكه بالظبط. مكه نفس حركه بقها. بس مكه اخاف شويه منها. انت اللي ما اعرفش. ما افتكرش محمد اساسا. لا انا فاكر يعني باين. يخلصي عليا وانا صغننه امراني يا روحي. ايوه دلوقتي هند عايزه الاستشوار. نعمل ايه بقى؟ لا الاستشوار ده يا حبيبه قلبي ده ما ينفعش لعبي فيه. يعني ده لو حد لعب فيه كده اهو كده طلقات على طول. لولي انت قفلتي عليك الباب وزهقتينا في حياتنا وخضتينا وقرفتينا. ليه يعني؟ ليه يا بنتي؟ ليه حرام عليكي؟ يا خلصي وتقولي تعالي. بص اصعب موقف عدى عليا. الحمد لله عدت على خير. احمدي ربنا. انا بقول فينك يا صالح. الحمد لله فينك يا صالح. كنت فتحت لي الباب. اصل صالح بيعمل فيا ايه لما اروح عند البلد اللي جاي كان عليا الباب وزعل. ما انا قفلت الباب. فايدك بره؟ ورحت البس. قولي الحمد لله انك تعالي. بس صالح بيعرف يفتح ويقفل. تعرفي تتكلمي معاه من ورا الباب. الحمد لله. دي ولا هتتعرفي. الحمد لله يا دودو. الحمد لله. واقفه كده بقى على باب بابا. انا وانا مش عارفه اعمل ايه. عم معلش اجري. خلصنا خلاص. خلصنا الحمد لله. ايه والله موقف صعب. انا عارفه والله. الله يكون معاك. مره فيروز عملتها في ندى. اقسم بالله. وفيروز نايمه على السرير وسامعه. هبت عليها. وفيروز سامعه وتقول لها ايه؟ انا سامعه بس مش هفتح. فندى خبطت وهبتت على الباب. وبعدين ايه دخلت لقيت فيروز بتبص لندى بصه. يعني انا شايفاكي بس مش هفتح لك. انا شايفاكي بس مرضتش افتح لك. مش هفتح. ولو تسمعوا الهبد يا جماعه لو العماره كلها كان ممكن تتلم على ده تشوفي ايه اللي صح. دي حقيقه. الحمد لله. مستبرود معلش. حصل خير. خلاص حصل خير. يلا يلا حركه حلوه حركه حلوه. مها امات حلم عليا من الصبح. افتحي الكاميرا صور. افتحي الكاميرا صور. اهو يا كوكو. اهو يا مها. قولي اللي انت عايزاه يا موها. قولي يا بنت ما تغلسيش عليها. لا بس الطعم حلو. قلت اقول رايي يا بنت. اوعي استني يا قصه ما تغلسيش عليها يا قصه.
عايزه ايه يا ماما؟ تضربيني. قول رايي في الطقم. فيروز عايزه ايه بقى يا ماما؟ هقول لك عجبها السلسله قوي اللي في الطقم. طب هنعمل ايه؟ قولي يا ماما عايزه ايه؟ الطقم وحشه. الله يسامحك. مش حلوه. الله يسامحك. ده تحفه. ربنا يخليك. ايه ده يعني؟ طب ما انا هقول لك ايه طيب؟ ما انا لازم اقول لك شكرا. ربنا يخليك يا ماما. بص جت جنبي عشان تبان. بص اي قولي يا ماما. اهو انا وانتي اهو. انت حاطه مكياجي؟ انت كل يوم كل يوم كل يوم الموضوع ده؟ طب خلاص دوف. مش ما بتحبينيش انت ليه؟ مش عايزاش انك. لا ما ينفعش يوجعوني اصلا. ما ينفعش تشيلهم. انت لازم في حاجه معينه بتتشال بيهم. ما ينفعش تشيلهم. انا بقى الحاجه المعينه. بص فيروز بجد تضربني تاني. انا ابيض يا فيروز. فيروز بجد انت بتخبطيني جامد. ها يا ما احكي. طيب تعالي فين النضاره؟ حطيتها في شنطتك. لا يا ماشي. مش حطيتها في جيبي. لا والله العظيم يا ماما ما تغلاش عليكي يا حبيبتي. انت عارف ايه؟ طب قولي لي بقى. منى كوش. منى كوش عندي كل حاجه. قولي عايزه ايه؟ حتى ايه قافش؟ حتى مكياج عادي. مكياج ايه ايه؟ مها قولي لي تفاصيل المكياج. هبقى اعمل فيديو ميك اب في يوم عشان تشوفي المكياج. بتاع التصوير؟ اه. طب ايه بتاع التصوير وايه بتاع يعني ايه خروج؟ اصل انت بتقولي لي بس يا فندم اي حاجه بعملها في التصوير غير الخروج. ايوه دي حقيقه. لان انا في التصوير ببقى نازله مثلا. طب انت سيبي شعر. لا لا طول يوم التصوير بيبقى مثلا بيبقى تعب فاهماني؟ غير مثلا ما اكون خارجه بقى كده ريلاكس اتفسح اخرج فده كله يعني. يا غزل بالعكس. ومنين الكوره بتتخانق؟ هي بتتخانقوا على ايه؟ بتتخانقوا على ايه؟ يا بنت يا بنت. حاج صلاح عايز امنيه وغزل وفيروز هنا؟ لا 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 عيب عيب. ما ينفعش تشدوا شعر بعض. من لا ايه ايه شيل السلسله دي. ابيض والله العظيم لازقه في البتاع. ما تشيشنا. ما تشيشنا. لا انتوا فاضيين وجايين تغلسوا عليا صح؟ على مها. اهو يا مها. سميو. على مها يا مي. انت موت يا غزل. فيروز. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اللي انا فيه. بصي يا غزل اتفرج ماشي؟ بصي يا فيروز. يلا يلا صوروا صورة يلا قولوا تشي. بطيخ بطيخ. انا زهقت وتعبت على فكره. كفايه قوي كده.